بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب، أهلا بكم يا بنات. أنا سعيد أن أنا بسجل لكم الكلمة دي، يمكن يعني من مدة ما سجلتلكوش كلمة خاصة، فهي الكلمة دي بخصوص العشر الأوائل من ذي الحجة. بكرة واحد ذي الحجة، بكرة تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي فيهم يوم عرفة، اللي فيهم الحج. أغلى أيام على ربنا، أحب أيام لربنا في السنة. أيوة، أحب أيام إلى ربنا طول السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، شوف كلمة ما من أيام، أسلوب قصر وحصر، ما فيش زيهم. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ طب ولا حتى الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة نادرة ممكن تكون أحسن من أي حسنات، صدقة وصيام وذكر وعبادة من العشر الأوائل، إلا رجل خرج بنفسه وماله، طلع بنفسه وبكل فلوسه وجاهد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، ده الوحيد اللي أحسن. تاني الحديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. العمل الصالح زي إيه؟ صيام، قراءة قرآن، أيوة، صدقة، أيوة، ذكر، صلة أرحام، إحسان لضعيف، لفقير، كل أنواع العمل الصالح حبيبة إلى الله. يعني عايز تبقى حبيب الرحمن؟ شوف أنت بقالك قد إيه بتقول يا ترى ربنا بيحبني ولا لأ؟ يحبك في العشرة الأوائل، خطوة في العشرة الأوائل بأعمال صالحة يحبك. يعني أنا عندي فرصة أبقى حبيب الله بعمل صالحات في العشرة الأوائل. أنا كلمتي دي بقى موجهة للشباب على عمري خالد دوت نت، موجهة للناس اللي على المنتدى، المنتدى الغالي عليا والحبيب إليا، موجهة لكل الشباب اللي موجودين على الفيسبوك على عمرو خالد بيج، موجهة للناس بقى اللي طلعوا معانا، اللي سجلوا معانا في الكامب، واللي هيشتغلوا معانا إن شاء الله في صناع الحياة، موجهة لكل صناع الحياة. أنا بكلمكم كلكم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. يا شباب، من بكرة الصبح تبدأ العشر الأوائل. طب هو النبي بيقول ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى، طب ولا حتى العشر الأواخر من رمضان؟ صدقوا أن في يعني نقاش حامي عبر التاريخ بين العلماء وبعضهم، دبيت عالي بين العلماء وبعضهم، مين أحب إلى الله؟ في علماء قالوا العشر الأوائل من ذي الحجة طبعا، لأن النبي قال ما من أيام، وبعدين ده ربنا أقسم بيهم في القرآن في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، العشر الأوائل من ذي الحجة. وفي علماء تانيين قالوا لا، العشر الأواخر من رمضان ده فيهم ليلة القدر وفيهم نزل القرآن. رد عليهم التانيين قال لهم: بس دي فيها الحج، العشر الأوائل من ذي الحجة فيهم يوم الحج الأعظم، وبعدين ليلة القدر أخفيت لكن يوم عرفة أعلن. انتم متخيلين العشر الأوائل وزنهم تقيل قد ايه؟ احنا بس مشهور بينا رمضان، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة قد رمضان نفس التقل، بس احنا للأسف ما انتشرش بيننا في الزمن الحالي قيمة العشر الأوائل زي ما انتشر بيننا قيمة رمضان. الحمد لله أن رمضان بهذا الحجم وهذا الحب، بس العشر الأوائل ما تقلش، لدرجة زي ما بقولك العلماء بينهم خلاف، وبعدين وصلوا في الآخر العلماء بينهم وبعضهم يعني الحل وسط، قالك نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من نهار رمضان، وليل العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة. تخيل، بيوفقوا من كتر ما العشر الأوائل مهمة. هي مهمة عندك بقى؟ ممكن بعد الكليب ده تبقى مهمة عندك وتنشرها، وتنشر الكليب ده بين الناس كلها. عايزين نعبد ربنا قوي 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 في العشر الأوائل من ذي الحجة، وتضمن إيه؟ تبقى حبيب الرحمن. طب الناس اللي مش طلعت حج ملهاش حاجة؟ طبعا لها حاجات كتيرة. إيه لها حاجات كتير؟ كل الأعمال الحسنات اللي هيعملها هنا مستجابة وتجعله حبيب الرحمن حتى لو ما طلعش الحج. اتنين، دعاء يوم عرفة، يقول النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ادعي يوم عرفة. إيه ده، هو دعاء يوم عرفة مش للحجاج بس، لأي حد. أنا والله يا جماعة كل الدعوات الكبيرة في حياتي اللي حصلت كان في يوم عرفة، العشر الأواخر من رمضان ويوم عرفة هم اللي غيروا مجرى حياتي بالدعاء في ذلك الأيام، وساعات ما كنتش بحج. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، صيام يوم عرفة للي مش حجاج بقى، ليه كل اللي موجودين في بلادهم، صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، تتمسح السنة اللي فاتت وتتغفر السنة اللي جاية، يعني شكلها كده هتعيش السنة الجاية لو صمت يوم عرفة، مبروك عليك. ايه رأيك؟ يوم عرفة خير الدعاء، وما يرى الشيطان أخزى ولا أدحر منه يوم عرفة، يحمل التراب ويضعه على رأسه، يقول أفسدتهم عام وغفر لهم في يوم. ده مش بس للحجاج،
شدوا حيلكم بقى يا جماعة، تسعة الأوائل. طب النبي كان بيعمل إيه في التسعة الأوائل؟ بيصوم التسعة الأوائل، لأن اليوم العاشر هو يوم العيد، بيصوم التسعة الأوائل بالذات، يختم بيوم عرفة. الحاجة التانية يكسر من الصدقات، يكسر من التسبيح التهليل والاستغفار والحمد. مين يقلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يبقى حبيب الرحمن؟ مين ياخد قوة إيمان عشان جمودية السنة الجاية؟ كأن ربنا بعت لنا رمضان وبعدين الإيمانيات نزلت، أم بعت لنا العشرة الأوائل عشان نعلى تاني ويفضل يبعت لنا هدايا عشان نفضل عاليين طول السنة؟ ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. يا شباب المنتدى، يا شباب ياللي موجودين على عمرو خالد بيج على الفيسبوك، يا صناع الحياة، يا شباب ياللي طلعتوا معنا الكامب في الفيوم وفي غيره، بالله عليكم يا شباب هنعبد ربنا من بكرة، هنصوم التسعة، أو على الأقل مش لازم تصوم التسعة، خد لك 3-4 أيام، يعني مش لازم تصوم التسعة أيام، بس صوم، اختار لك كام يوم بالذات يوم عرفة، هنطلع صدقات، هنمسك سبحة ونسبح كتير الكام يوم الجايين، هندعي يوم عرفة دعاء كتير، وتسعة الأوائل دعاء كتير، كأننا في رمضان. إيه رأيكم؟ ونبلغ الناس ونبعت الكليب دون، وربنا يتقبل منا ومنكم، وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.